السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائنا بناتنا الأعزاء طلاب الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مدرسة على الهواء ومادة الجيولوجيا والعلوم البيئية. يشرفنا في هذه الحلقة أن يتواجد معنا أستاذ هشام درويش، خبير مادة الجيولوجيا في وزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا بحضرتك مستر هشام. اهلا بك يا محمد، واهلا بجميع ابنائي الطلاب. ربنا يكرمهم يا رب ويوفقهم، ويا رب نبقى ماشيين دايما مع بعضنا، نذاكر اول باول ونراجع اول باول ونحل اول باول، وربنا يوفقهم دايما دايما يا رب، ونكون على خير يا رب دايما. وصلنا لجزئية الصخور النارية في لقائنا الماضي. قسمنا الصخور النارية تقسيمة مهمة جدا حسب مكان نشأتها. فأكد بسرعة إن كان في صخور نارية جوفية بتنشأ على أعماق كبيرة، كان نسيجها خشن التبلور، بلوراتها حجمها كبير عددها قليل. وقلنا هنا البلورات عشان حجمها كبير وعددها قليل كنا بنقدر نشوفها بعينينا المجردة. على العكس لو الصهير طلع بالقرب من سطح الأرض هيبرد بسرعة ويبقى نسيجه دقيق التبلور، بلوراته حجمها صغير عددها كتير ولا ترى بالعين المجردة. لو طلع الصهير على سطح الأرض لامس مية أو هواء هيبرد بسرعة كبيرة جدا جدا جدا، ممكن يبقى نسيجه زجاجي أو عديم التبلور. أما إذا كان الصهير فيه فقاقيع هوائية كتيرة هيكون نسيج جديد عندنا اسمه نسيج فقاعي. طيب لو الصهير برد على مرحلتين، مرحلة على أعماق كبيرة ابتدى يكون فيها بلورات كبيرة، وبعد كده قرب من السطح ولم يصعد إلى سطح الأرض كون بلورات صغيرة، يبقى كده عندي نوعين من البلورات: أرضية في بلورات كبيرة الحجم محاطة بأرضية من البلورات الدقيقة. سمينا النسيج ده اسم النسيج البورفيري، وسمينا النوع ده من الصخور اسم الصخور النارية المتداخلة. مستر هشام عايزين بقى نشوف تقسيمة تاني من الصخور النارية نتكلم عليها النهاردة، ونلم موضوعنا بقى كده كله مع بعض. زي ما حضرتك مشكورا كده تفضلت، قلت ايه، احنا قسمنا الصخور الناريه مره مره من حيث مكان التكوين او النسيج بتاعها. طيب ممكن نقسم نفس الصخور هي بنفس اساميها بنفس المجموعات دي، نقسمها بطريقه تانية خالص حسب التركيب الكيميائي والمعدني، حسب التركيب الكيميائي والمعدني. فهن ايه التركيب الكيميائي والمعدني اللي هو مقصود بيه، ايه المعادن المكونه للصخر ده، او التركيب الكيميائي مثلا بتتكون ايه العناصر اللي داخله في تكوين الصخر ده. اما واحد راجل فاضل جدا، عالم فاضل اسمه بوين عمل ايه؟ شاف ان لما حلل الصخور لقى ان الصخور الناريه بتتكون يا محمد من 8 عناصر. 8 عناصر اللي كنا اتكلمنا عنهم قبل كده: اكسجين، سيليكون، المونيوم، حديد، كالسيوم، بوتاسيوم، صوديوم، مغنيسيوم. جمعهم ال8 عناصر دولت اللي هم مكونين لمجموعه السيليكات، مكونين مجموعه سيليكات او صخور القشره الارضيه. جاب العناصر دي حطها في زي فرن، ورفع درجه حرارته عاليه جدا 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 جدا، وبدا ينخفض درجه الحراره بالتدريج، تنخفض درجه الحراره بالتدريج لغايه ما وصل ل 1200 درجه. المهم ايه، هنشوف المنظر دوت ايه، نحكيها كحدوته الاول. بدأت تنخفض عند 1200 درجة مئوية، بدأت بعض المعادن تتبلور، بعض المعادن تتبلور كويس. نشوف المعادن ديت تتبلورت ايه، والتسلسل بتاع تبلورها ايه، مين اتبلور الاول، وبعدين مين، وبعدين مين، وبعدين مين، وهتفرق معانا قوي قوي في التقسيمة اللي احنا ايه هنتكلم عنها. نبدأ اول حاجة نشوف كده على الشيت. اول حاجة هو العناصر الثمانية، انا هكتب هنا حديد، وهكتب مغنيسيوم، هكتب هنا كالسيوم، هكتب هنا صوديوم، هكتب بوتاسيوم. طب فين العناصر التانية اللي هو السيليكون والاكسجين؟ قلنا دي مجموعة السيليكات، مجموعة السيليكات يا محمد، فايه؟ أنا بقى كاتبها كده. نبدأ بقى إيه؟ أول حاجة لما انخفضت درجة الحرارة، كان بدأ درجة الحرارة عند 1200 درجة، دي هنا درجة الحرارة. اولا التفاعل ده اسمه تفاعل بوين، او تفاعلات بوين. ماشي، اول حاجه
السيليكات اللي غنيه جدا 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 بالحديد والمغنيسيوم بدات تتبلور، مكون لي معدن اسمه الاولوفين. الكلام ده عندي عند كام يا محمد؟ تقريبا 1200 درجه مئويه بدا يظهر معدن اسمه الاولوفين. يبقى ده كده اول المعادن تبلورا في الصهير على الاطلاق. الله يبارك فيك. يبقى ممكن مثلا كمصطلح علمي يجي لي يقول لي اول معدن تبلورا من الصهير يبقى الاولوفين، اول معدن تبلورا من الصهير الاولوفين. وهو الاولوفين بيتبلور في بدا معدن تاني خالص خالص بدا برضو ايه، بدا يتبلور مع الاولوفين في نهايه الاولوفين وكمل المرحله بتاعته، اسمه البيروكسين. يبقى اللي بيالي الاوليفين البيروكسين على طول في التبلور. بعد كده بدا معدن مع نهايه البيروكسين وبدا يكمل الانفيبول. بعد كده في معدن اسمه المايكا السوداء او انا اسميها ايه البايوتايت. يبقى كده اول لون للمايكا دلوقتي المايكا السوداء الاسم العلمي بتاعها معدن بيوتايت. الله يفتح عليك. يبقى كده في الفرع الايسر ده كده مستر هشام تاني ترتيب تبلور المعادن اوليفين بايروكسين انفيبول ثم معدن البيوتايت. بص يا استاذ محمد، معدن ثم معدن ثم معدن ثم معدن، فبالتالي ايه بسميها سلسله تفاعلات غير متصله، سلسله تفاعلات غير متصله، ده وبعدين ده وبعدين ده، فانا بطلق عليها او بونت اطلق عليها سلسله تفاعلات، تفاعلات غير متصلة متصلة. الله يفتح عليك. حلو الكلام. في نفس الوقت، في نفس الوقت مجموعة تانية من المعادن، من معدن تاني خالص مجموعة اسمها الفلسبرات بدأ يتبلور، ده الفلسبار البلاجيوكليزي. يبقى احنا عندنا كده مجموعة الفلسبار اول نوع منها بدأ في تبلوره هو الفلسبار البلاجيوكليزي. بس واخد بالك يا استاذ محمد، ده خط واحد تمام، معدن واحد، واخد بالك، في اوله بيبقى غني بالكالسيوم، يبدأ يقل الكالسيوم تدريجيا، يقل الكالسيوم تدريجيا وايه، ويحل محله الصوديوم والبوتاسيوم، او يعني هنا في الاول هيبقى اسمه فلسبار بلاجيوكليز كالسي وبعدين فلسبار او بلاجيوكليز صودي، فاحنا ماشيين كده. يبقى عشان كده هسمي دي تفاعلات متصله، تفاعلات متصلة. يبقى انا عندي ايه نوعين من التفاعلات في متسلسلة بوين. تمام، يبقى كده الفرع الايمن بيعبر عن التفاعل المتصل مجموعة معادن البلاجيوكليز. الله يكرمك. بدأت ببلاجيوكليز غني بالكالسيوم الاول، ابتدى يقل الكالسيوم تدريجيا ويحل محل الصوديوم، بقى بلاجيوكليز غني بالكالسيوم والصوديوم، ونهينا ببلاجيوكليز غني بالصوديوم فقط لا غير. الله يكرمك. يبقى انا ايه دي، يبقى زي ما قلت لي لفظ جميل جدا جدا، التفاعلات الفرع الايمن، الفرع الايمن فسميناه اللي هي التفاعلات المتصله، ممكن اقول عليها الفرع الايسر التفاعلات غير متصله. يبقى انا ممكن اسمي التفاعلات المتصله تفاعلات الفرع الايمن، تفاعلات غير متصله هسميها تفاعلات الفرع الايه الايسر. نكمل حدوته برضو بتاعت بوين كده مع بعضنا. جه بعد كده بدا يظهر معدن اسمه الفلسبار الاورثوكليزي. الفلسبار الاورثوكليزي حضرتك او كاتب جنبه البوتاسيوم، يبقى ده نقدر نسميه برضه الفلسبار البوتاسي. البوتاسيوم. الله يفتح عليك. يجي بعد كده احنا لسه قايلين مايكا من شويه، قايل مايكا، هنا هيظهر نوع تاني من المايكا اسمه الماسكوفايت، اللي هو المايكا الايه؟ احنا انا عندي المايكا على فكره مايكا سوداء ومايكا بيضاء يا استاذ محمد، فانا عندي مايكا سوداء قلت لي البيوتايت، هنيجي بقى الماسكوفايت ده المايكا البيضاء. اخر معدن هيتبلور في الصهير معدن اسمه الكوارتز. يبقى ناخد بالنا من لفظين هنا، اول المعادن تبلورا الاولوفين، اخر معدن تبلورا الايه الكوارتز. طب انا عاوز انوه على حاجه مهمه جدا يا استاذ محمد برضو، احنا هنا كانت المعادن اللي اتكونت هنا في المنطقه دي كانت غنيه بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، المعادن دي بتبدا ايه المعادن وهي بتتبلور بتقل درجه حراره تدريجيا، اول ما ينتهي 50% من الصهير يتبلور 50% من الصهير هيختفي تماما الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم ويحل محلهم تماما الصوديوم والبوتاسيوم والايه والسيليكا. يبقى السؤال المهم ده مستر هشام، ايه اللي يحصل لو
تبلور 50% من الصهير. تخ كده انا في عندي بلورات اتكونت، بلورات المعادن دي غنية بثلاث معادن، بثلاث عناصر مهمة جدا، عناصر الحديد والمغنيسيوم وفي نفس الوقت الكالسيوم. طب باقي الصهير بقى، باقي الصهير اللي لسه ما تبلورش غني بثلاث عناصر، الثلاث عناصر اللي لسه في السائل اللي هو الصهير ده، الصوديوم في نفس الوقت والبوتاسيوم والسيليكون. الله يفتح عليك. طبعا احنا بنقول ايه؟ بنخفض درجه الحراره، فهي 1200 تقريبا، بنفضل ننزل 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 يا استاذ محمد لغايه ما نوصل تقريبا عند درجه حراره 750 واخد درجة بالك؟ مئوية تقريبا. تقريبا قوم 780 درجه مئويه، 800 درجه مئويه مئويه تقريبا. طيب نرجع لحاجه دوته مهمه جدا جدا جدا. احنا قلنا المعادن بالترتيب كده بالمنظر ده. على فكره يا استاذ محمد، المعادن اللي هي زي الاولوفين والبيروكسين والفلسبار والبلاجيوكليز الكالسي دولت معادن غامقه جدا، معادن لونها غامق جدا، يوصل للاسود، للزيت اللي هو الغامق، البني الغامق. فالمعادن ديت الصخر الذي يحتوي على معادن غامقه اللون قوي توصل للاسود، بسميها صخور ناريه. هنا اسم الصخور تقسيم بقى جديد يا استاذ محمد، صخور ناريه فوق قاعديه. ماشي؟ تمام. يبقى انت كنت من شويه كنت بتقول الجوفيه والمتداخله والبركانيه، ده تقسيمه ماليش دعوه بيها، هدخل بتقسيمه حسب التركيب الكيميائي والمعدني. الصخر الذي يحتوي على معادن غامقه جدا 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 بنسميه صخور ناريه فوق قاعديه، فيبقى لون الصخر ده لونه اسود. لونه اسود. هو اسود غامق؟ اسود غامق قوي، واخد بالك؟ هنقل شويه الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، المهم هندخل ايه؟ يعني اسود برضو بس ايه؟ نفس العمليه، هنقول صخور ناريه قاعديه. صخور ناريه ايه؟ قاعديه. ابنائي هم بيدرسوا الكيمياء بيسمعوا الالفاظ دي كتير قوي قوي، فوق قاعديه قاعديه. هندخل بعد كده صخور ناريه متوسطه، صخور ناريه متوسطه. ندخل بعد كده في صخور ناريه حامضيه او حمضيه، مش هتفرق كتير معايا، حامضيه او حمضيه مش هتفرق كتير معاك. يبقى انا يا استاذ محمد طبعا الحامضيه هيبقى ايه؟ غنيه بالايه؟ بالاورسكليز والماسكوفايت والكوارتز، وغنيه مثلا بالبوتاسيوم والصوديوم. ممكن وابني لما الرسمه ترسمها في دماغه هيقدر يستنتج ايه؟ كل اللي هو عايزه من الـ من الـ من بتاع من الـ من الرسمه ديت، يستنتج كل حاجه. يبقى عندي صخور ناريه فوق قاعديه ثم قاعديه ثم متوسطه في التركيب الكيميائي والمعدني ما بين القاعديه والحمضيه ثم الصخور الناريه الحمضيه. طب أمثلة الصخور دي زي إيه يا مستر هشام برضو عشان برضو نأكد عليها؟ بمعنى إحنا كنا قلنا قبل كده أسماء كتير للصخور، عايزين برضو نحدد بقى كل نوع بمثالين ليه، وإحنا بنعملهم برضو نرتبط بمكان النشأة. يعني نخلي مثلا اللي فوق دايما اللي هو السطحي أو البركاني، ونخلي اللي تحت الجوفي على طول. الله يفتح عليك. لو ابني ارتبط فعلا ربط في دماغه الرسمة بالطريقة دي، إن هو يخلي الجوفي من تحت والمتداخل في الوسط، وبعدين بعد كده السطح من فوق، هتلاقي العمليه سهله جدا جدا ممكن نعملها. من امثله الصخور الناريه فوق القاعديه البيرودتايت. ده جوفي، انا كتبته تحت يا استاذ محمد، يبقى ده جوفي. انا عندي ما عنديش امثله للمتداخل، اكتب فيها بقى الكوماتايت. ماشي يا استاذ محمد، انا عشان ذاكرتي بتنسى بسرعه. الكوماتايت نسيجه يا محمد؟ كان ليه احتمالين، ممكن يبقى نسيجه دقيق التبلور او نسيجه زجاجي على حسب مكان نشأته بالظبط. طب البيرودوتايت انا كاتبهم تحت. طبعا ده عشان ده صخر ناري جوفي، يبقى اكيد نسيجه خشن بلوراته كبيره وترى بالعين المجرد. يبقى نلعب مع بعضنا كده يا محمد، نلعب مع بعضنا كل شويه ايه وانا بكتب حاجه بتكلم الكلمه اللي تحت. انا الكلمه تحت المستر كان قال لي ان ديت الجوفيه، يبقى اكمل كده، يبقى ديت في باطن الارض، يبقى ديت ايه؟ نسيجها خشن. طب كلمه انا كاتبها فوق، يبقى ديت فوق سطح الارض، نسيجها زجاجي او نسيجها دقيق. طب كلمه انا كاتبها في النص لو متداخل، هيبقى نسيجها اي متكونه بورفيري على طول. بورفيري. نلعب مع بعضنا كل شويه، لو ربطت الحاجات دي والله والله لا فيها عاوز حفظ ولا حاجه، هتبقى العمليه فهم وبساطه جدا جدا جدا. نكمل القاعده، نخمن القاعدة. مثال للقاعدية الجوفية الجبرو. الجبرو اسم محمد. ماشي؟ وبرضه سمع لنفسك كده نسيجه على طول اللي هو الخشن. هنا عندي الدولورايت. البازلت. أنا عارف في كتاب المدرسة كاتب الجبرو والبازلت بس كمثال. أنا بحب أضيف كده يبقى إيه؟
كل الجدولين موجودين معايا في حتة واحدة. ويبقى كده كل امثله الصخور قدامي هقعد اكرر فيها كده، مش هقدر انساها خالص، وهتفضل معايا على طول في ذاكرتي على طول. الله يفتح عليك يا اسامه. متوسطه عندي كنا قلنا الدايورايت، الدايورايت الجوفي بتاعنا نسيبه خشن مره تاني. تاني الله يفتح عليك، ده المايكرو، المايكرو دايورايت، دايورايت. طب تفكرني بالمتوسطه يا استاذ محمد، سوري، الانديزايت اللي هو الايه البركان بتاعها، الانديزايت. نلعب ناخدها ايه لعبه، ناخدها بنذكر بعدين. الجدول ده هيفكرني بالجدول ده، والجدول ده هيفكرني بالجدول ده، تبقى عمليه ايه مستمره، وايه نفكر بعضنا يعني. من الكلمات ديت هقدر افتكر الجدول الاولاني، طيب من الجدول اللي انا ممكن افتكر لما برسم بالعرض كده افتكر الجدول الثاني، وهكذا مش هغلط خالص خالص يا استاذ محمد. الصخور الحامضيه بقى امثلتها كتيره مصر الشين. طيب ناخد دي الجوفي، طبعا عندنا الجوفي بتاعنا الملك مشهور قوي بتاعهم الجرانيت، جرانيت. خلصنا يا استاذ محمد. اكتر صخر في القشره القاريه على الاطلاق. طيب بعد كده المتداخل مايكرو جرانيت، مايكرو جرانيت. طيب ماشي بقى، الجرانيت ليه حاله خاصه قوي يعني، احنا هو طبعا كلهم ليهم حالات خاصه، بس احنا في حسب منهجنا وحسب دراستنا وحسب ان احنا اولادنا بنخفف عليهم، عشان ده اسمه التعليم قبل الجامعي. فيا جماعه انا مش هفتح في كل حته ادي كل الامثله اللي في الدنيا، الحاجات دي صخور الناريه دي ده علم، علم لوحده. فطبعا بنبسطها قوي. فالجرانيت عامه اخذنا له في البركاني ثلاث امثله، بركاني ثلاث امثله عشان نبين حالته مصر هشام. الله يفتح عليك. لازم نبقى عارفينها كويس يعني. قلنا الرايولايت، الله يكرمك، ناكد برضو كان نسيجه دقيق. الرايولايت انت هتقول لي بقى انت حضرتك نسيجه دقيق، التبلور الله يكرمك، يبقى اسمه نسيجه دقيق. طب ندخل على الثاني الاوبسيديان، الاوبسيديان كان نسيجه زجاجي او عديم التبلور، الله يكرمك. اخر حاجه اسمه البيومس، كان نسيجه فقاعي. ماشي، انا الثلاثه الاحمر دول الثلاثه دول بركاني، فانا ممكن اقول لك ايه لفظ بس مكافئ للجرانيت مثلا، دقيق التبلور. يبقى كده الرايولايت على طول، لو سمحت مش هغير بقى كده، يبقى هو مثال واحد حاله واحده على طول، الرايولايت على طول. طب مكافئ للجرانيت مثلا غالب الفقاقيع الهوائيه يبقى البيومس، بيومس على طول. بس حضرتك كده بتقول مكافئ. لا طب مكافئ دي هندخلها دلوقتي، خليني كده وانشرح. انت حضر لي حاجات جميله جدا جدا على المكافئ، جميله قوي قوي قوي. لو ممكن ايه، طب نحضرها لو موجوده حضرتك جاهزه. طب اشوفها كده طيب. حضرتك انا هتكلم عليها على الرسمه كده. بص يا جماعه، انا عندي هنا مثلا الدايرايت والمايكرو دايرايت والانديزايت كلهم ايه بنقول عليهم مكافئ. ليه مكافئ؟ الصخر ده والصخر ده والصخر ده بيقولوا عليه مكافئ. ليه مكافئ؟ لانه له نفس التركيب الكيميائي والمعدني، لهما لهم نفس التركيب الكيميائي والمعدني، ويختلف في مكان التبلور او يختلف في النسيج. احنا هنتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي يا محمد. مثلا الجبر والانديزايت والدولرايت والبازلت مكافئات، مالهم؟ لهما نفس التركيب الكيميائي والمعدني ويختلف في النسيج ومكان الايه التبلور. طيب كده خلصنا القصه بتاعت مسلسل بوين، ونبقى نتكلم على الايه مكافئات. بص يا اولادي انا بقول لكم بمنتهى البساطه، الراجل التفاعلات اهي، بكتب بس الحديد ومغنيسيوم فوق خالص، كالسيوم هنا، في صوديوم من الناحيه دي، دي بتحصل تفاعلات بنقول عليها غير متصله، لوفين ثم بيروكسين ثم انفيبول ثم بيوتايت. في على الجانب الايمن تفاعلات متصله في الاسبار بلاجيوكليزي، في الاول بيبقى غني بالكالسيوم ثم بيبقى غني بالصوديوم، كويس. فبالتالي يجي بعد كده البوتاسيوم او الفلسبار الاورثوكليزي البوتاسي او الفلسبار البوتاسي اللي هو الاورثوكليز ثم الماسكوفايت ثم الكوارتز، وكده يبقى ايه قسمنا الصخور النارية حسب التركيب الايه الكيميائي والمعدني. طيب ليها رسمة برضه يا مستر هشام، برضه علشان نربط الجزئيات كلها مع بعض، عايزين نأكد على المجموعات المعدنية بقى في الصخور النارية والرسمة اللي تجمع برضه، بما ان احنا برضه دخلنا كده في ترتيب المعادن ومين اتبلور الأول ومين يلي مين، وأكدنا على الجزئيات ديت، برضه نجمع كده المجموعات المعدنية في الصخور النارية ونشوف كده
ايه اهم هذه المجموعات، وكل صخر تركيبه المعدني ايه عشان نقدر نجمع جزئية المتكافئات من الصخور النارية. الله يكرمك. انا بغض النظر عن الخطوط اللي انا عاملها الطوليه ديت، نسيبنا منها خالص، هتخيل المستطيل ده في كام منطقه، اعتبرها شقه فيها كام غرفه، فنعدهم كده، تعالى نعدهم مع بعضنا، 1 2 3 4 5 6 7، يبقى انا عندي 7 مجموعات معدنيه، عندي 7 مجموعات ايه معدنيه يا استاذ محمد، نشوفهم واحده واحده ايه، او 6 مجموعات ممكن نقسمهم بعد طيب كده. في الاصبار واخد مجموعتين، اه يبقى كده نقدر مجموعتين، نقول 6 مجموعات 6 مجموعات رئيسية، الله فيهم يفتحها. واحدة متفرعة لاثنين، ناخدهم بقى بالمعدن، اول معدن اسمه الاوليفين الاوليفين. او انا بحب المعادن اكتبها كده يا كحورا. محمد، اقول لك ليه بكتبها كده، عشان يبقى دماغي برضو ماشيه مع متسلسله ايه بوين. حاجه تانية هقول لك عليها بعدين، الاولفين، ثم المنطقه دي اسمها البيروكسين. شوف انا بكتبها بالطول خالص، يبقى كل اللي ما بين الخطين الازرق دولت اسمهم بيروكسين، ثم الفلسبار البلاجيوكليزي، شوف يا استاذ محمد انا كاتبها ازاي بطول الورقه، ثم الكوارتز، ثم الفلسبار الاورثوكليزي. طيب هنزل لتحت يا استاذ محمد، انا عندي هنا حاجه اسمها الامفيبول، وهنا المايكا بنوعيها. فاكر انت حضرتك من شويه كنت قلت لي ايه، ركزت عليا قلت لي ايه، المايكا بنوع، كان في ماسكوفايت وبايتايت، ادي المايكا نغمقها شويه عشان اللون الاحمر، وبرده الامفيبول دوت نغمقه شويه عشان ايه اللون الاحمر. ماشي يا استاذ محمد، انا بتخيل ان المعادن من هنا غامقه، وبمشي بمشي 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 على الفاتح. تعالى بقى نقسمه، بص تاني، غامقه اسود، وبمشي بمشي 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 لغايه ما اوصل لحاجه فاتحه اللون قوي. الفاتح على طول. طيب تفتكر يا استاذ محمد معادن، او المعادن الغامقه لما تكون موجوده في صخر، يبقى الصخر ده اسمه ايه، او المجموعه الصخور دي اللي بتحتوي على معادن غامقه يبقى اسمها ايه؟ الصخور النارية الفوق قاعدية. الله يكرم. يبقى هنا عندي اول مجموعه صخور ناريه فوق القاعديه، الصخور الناريه فوق، بعدها يا استاذ محمد الصخور النارية القاعدية القاعديه، طب بعدها يا استاذ محمد المتوسطة الصخور الناريه، ولادي برضو يكرروا كده وحضرتك تكرر معايا، تقول الناريه المتوسطة المتوسطه، المتوسطه، وبعدين الناريه الحامضية الحامضيه. الله يفتح عليك. تاني، يبقى التقسيمه هي اللي قسمتها من شويه مع بوين، مفيش مشكله خالص. ناخد، سيبنا من الامثله عايزين دلوقتي. نسبة السيليكا برضه يا مستر في رشين عندي، عشان نقدر نشوف اساس تقسيمها ايه. الله يكرمك، السيليكا يا استاذ محمد هنا نسبتها عند الخط، الخطوط بقى اللي انت عاملها دي عشان افرق بالنسبة السيليكا، نسبه السيليكا هنا 45%، هنا 55%، هنا 66%، هنا اقل، هنا ايه اكتر. ماشي الكلام يا استاذ محمد؟ تمام، يبقى كده نقدر نقول الصخور النارية فوق القاعدية فيها سيليكا أقل من 45%، بينما الصخور القاعدية فيها سيليكا من 45 ل 55%، أما المتوسطة من 55 إلى 66%، الحامضية فيها سيليكا أكتر من 66% على طول. الله يكرمك. أنا حددت الـ3 أرقام الرئيسية اللي عندي، وحسب بقى المخطط ده هقدر أمشي من غير ما أحفظ ومن غير ما أتعب نفسي على طول. طبعا هنا برضو ايه يعني، عشان اولادنا يرجعوا لها في الرسمه في الكتاب، طبعا في عندي الحديد والمغنيسيوم، الحديد انا عاوزك برضو تفتكر من بوين، الحديد والمغنيسيوم هنا كتير ولا هنا يا استاذ محمد؟ هل عندي الصخور توقف قاعديه؟ غامقة اللون يعني، عشان برضو ايه كل مكان الحديد بطبيعة لونه غامق. بقى الله يفتح عليك، يبقى الحديد ايه؟ الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم بيزيدوا هنا يزيد، يبقى الحديد، يبقى طول ما انا في اتجاه الصخور القاعدية وفوق القاعدية بنجد في زيادة في نسبة الحديد والمغنيسيوم، بعدت عنهم اتجاه الصخور الحامضية والصلاية، اول ما ابعد عن الصخور القاعدية والفوق القاعدية في اتجاه الحامضية على طول انا مركز، بقول ايه، بيقل
ثلاث عناصر وبيختفوا خالص، الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، وبيزيد في اتجاه الحامضية الثلاث عناصر. الثلاث عناصر اللي زادوا لسه قايلينهم الصوديوم سيليكون البوتاسيوم. طب استاذ حضرتك اسالك سؤال بقى، تمام. اسالك سؤال هتركز معايا ولا لا؟ طب لو انا مشيت كده مين اللي يزيد في العناصر؟ يعني انا دلوقتي هنا لو ماشي كده ماشي يا محمد بيزيد، قلنا الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، طب لو انا ايه مشيت ماشي كده اتجاه الحامضية يبقى يزيد الصوديوم البوتاسيوم السيليكون على طول. الله يفتح عليك، يبقى ربنا يكرمك، يبقى دوت ايه بناخد ولادنا برضو اربط بون بالرسمه ديت بكله، العمليه مترابطه ومتكامله والله مش هنساها، ولو انا مركزها في دماغي مفيش اي مشكله ومفيش اي حاجه. والاسئله صح هنا كتيره جدا يا مستر ده هشام، لسه بمعنى ممكن يجي يقول لي مثلا ليه الصخر ده لونه اسود غامق، او ليه الصخر ده لونه وردي او فاتح. طبعا هربطها بالمخطط ده مع بعض مع مستر هشام كده بسرعه. مثلا السيليكا اقل من 45% غني بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، طبعا قليل في البوتاسيوم والايه والصوديوم. نيجي ناخد برضو معلش نربط برضو عشان كلامنا يبقى الرسمه دايما مرسومه في دماغي، مرسومه في دماغي. نشوف الفوق قاعده، تديني امثله ليها يا استاذ محمد. الجوفيه بسرعه، السائلين البريدوتايت، الله يفتح عليك. ما عنديش امثله للجوفيه اللي متداخله سوري، المتداخله، وبعدين الايه كوماتايت، الكوماتايت هنا، والاثنين دول وجه الشبه ما بينهم نسبة السيليكا اقل من 45. الاثنين دول وجه الشبه ما بينهم مرة تاني، الاثنين لونهم اسود غامق، الاثنين غنيين بثلاث يعني معدنين كتار قوي، وفيهم برضو نسبة من المعدن الثالث اوليفين وبيروكسين كتير قوي، وفي الاسبار بلاجو كليزي غني بالكالسيوم بنسبة قليلة. ومن وجه التشابه طبعا الجميل جدا جدا ان هي صخور نارية فوق قاعدية، تمام. يبقى عندي ايه فوق قاعديه، السيليكا فيها اقل من 45، ان غني بالاولوفين والبيروكسين وشويه بلاجيوكليز، غني برضو بالصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم كعناصر، لا سوري غني غني سوري غني بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم كعناصر ديت. يبقى ده وجه شبه، وجه الاختلاف بقى، وجه الاختلاف مكان النشأة بقى. انا يبقى كده طب والله محمد كده على طول انت اديتني فكره حلوه قوي، يبقى هات لنا الجوفي. الجوفي عندنا مكان النشأة بقى هنا يختلف المتداخل خالص. الايه البركاني، يبقى وجه الاختلاف تاني. كوماتايت ممكن يبقى نسيجه دقيق او زجاجي، ما بننساش بريدوتايت نسيجه خشن التبلور، حجم البلورات واضح في الاتنين نقدر ناكد عليه، ده وجه اختلاف. يبقى يوم ما يجي لي وجه تشابه او وجه اختلاف اقدر اجاوب على طول، طول ما الشكل ده في دماغي. لو الشكل ده في دماغك ورسمته حضرتك في اول ما تدخل الامتحان كده في المسوده وكده وتطلع، هتحل اي سؤال على الصخور الناريه ان شاء الله ما تقلقش. ندخل نكمل دوت الجبرو، دوت الجوفي بتاعي، اما المتداخل الدولرايت والبركاني يبقى الايه البازلت، المتوسطة الدايورايت، المايكرو دايورايت، الانديزايت يا استاذ محمد، الجرانيت، المايكرو جرانيت، والرايولايت، عاوز تكتب جنبهم الاوبسيديان والبيومس ما فيش مشكلة، بس ايه المهم تبقى الرسمة دي راسمها في دماغك. طب اسالك سؤال يا استاذ محمد اتفضل يا مستر هشام. لما اقول مثلا صخر ناري، صخر ناري واضح التبلور، واضح التبلور يحتوي على سيليكا 50%، في سيليكا 50%، 50% دي حضرتك دي موجوده ما بين ال 45 وال 55%، يبقى ده على طول صخر ناري قاعدي، معنى انه واضح التبلور يعني بلوراته كبيره، يعني ده جوفي على طول قاعدي جوفي، يبقى ملوش غير هو صخر واحد فقط اسمه صخر الجبر. الله يفتح عليك. احنا طبعا بنعلم طريقه تفكير يا جماعه، شفتوا انا فكرت ازاي دلوقتي؟ نسبه السلك 50، لا ما تقوليش انا مش واخدها، لا ده انت عندك رقم 50 موجود ما بين 45 و 55 وقال لي واضح التبلور، خلاص بقى يبقى بلوراته كبيره، يبقى ده جوفي على طول واشتغل على الجزئيه على طول. يبقى حضرتك يا استاذ محمد هتمسك السؤال، لما يجي لك سؤال في الصخور الناريه في الغالب هيكون مدي لك صفتين، صفتين، صفه
لها علاقة بمكان التبلور والنسيج، والصفة الأخرى لها علاقة بالتركيب الكيميائي والمعدني. فسعادتك مشكورا، زي برافو عليك، الله يكرمك، جزاك الله خير، إن أنت عملت إيه؟ مسكت الأول زي ما تحب، مسكت الأول كلمة نسبة السيليكا. نسبة السيليكا واضحة قوي في الجداول، فنسبة سيليكا قال لك 50% تقريبا، فهي تقريبا في يبقى في المنطقة اللي هي بتاعت الصخور النارية فوق القاعدية، يبقى قاعدية. اللي قاعدية، يبقى في دماغي أحط إيه؟ أحط كده احتمالات جبرو والدولارايت والبازلت. اجي بقى بعد كده، واضح التبادل، واضح واضح شايفه، واضح التبادل، بلوراته واضحه، يبقى انهي واحد في الثلاثه يا استاذ محمد، الجبر ولا الدولارايت ولا البازلت؟ يبقى حضرتك اخترت لي الجبر واكدت عليها، يبقى ايه؟ الجبر. دايما نلعب ايه في الحته دي. من ضمن الحاجات برضو اللي لها علاقه يعني شويه هنتكلم عنها، بعض الصخور مكتوب لها بعض الايه الخواص شويه، يعني البازلت ده، البازلت ده من اشهر الصخور الناريه البركانيه، اشهر الصخور الناريه البركانيه، بيستخدم في اعمال الرصف. فممكن يقول لك صخر، صخر ناري يستخدم في اعمال الرصف، خلاص يا جماعه مش عاوز بقى صفات ولا عاوز بتاع، واخد بالك ازاي؟ عند الانديزايت، انديزايت من الصخور، من اشهر الصخور الناريه المتوسطه، من اشهر الصخور الناريه المتوسطه، ده سمي انديزايت نسبه الى جبال الانديز، وهناخدها بالتفصيل في الباب الرابع، ما تنساش تفكرني. تمام. يعني انديزايت سمي نسبه الى جبال الانديز. برضو ممكن اقول لك ايه من اشهر الصخور الناريه المتوسطه، تقول لي الانديزايت. طبعا الجرانيت دوت بيستخدم طبعا في اعمال البناء، طبعا لجماله الطبيعي بعد ايه صقله، بيبقى جميل جدا جدا، بيستخدم في اعمال البناء. دي من الجمل ايه الزياده. انا غلطت من شويه وقلت ايه المكافئ، فحضرتك يا ريت بقى ايه انت توضحها لنا، عشان انا ايه يبقى ربنا يكرمك ان شاء الله. نرجع مرة تانية مستر هشام، الصخور النارية المتكافئة، نأكد مع بعض، هي صخور نشوفها كده معايا، صخور لها نفس التركيب، انهي تركيب بالظبط؟ الكيميائي والمعدني، بس تختلف في مكان النشأة، تختلف في النسيج، تختلف في حجم الحبيبات. لو اكدنا من امثلتها مثلا مجموعة عند الجرانيت كمثال، مثلا ده صخر ناري جوفي خشن، مين مكافئاته؟ نقدر نقول مكافئاته كتير، المايكرو جرانيت، الصخر الناري المتداخل اللي كان نسيجه بورفيري، نقدر نقول برضو الريولايت، الصخر الناري البركاني او السطح اللي نسيجه دقيق، نقدر نأكد برضو مكافئاته الاخرى زي مثلا البيومس ان نسيجه فقاعي، او الاوبسيديان اللي هو نسيجه زجاجي. كل مجموعه من الصخور اللي جايه بقى مكافئه مع بعض، نجمع الصخور كلها في الجدول اللي جاي ده كده. لو قلنا مثلا الصخور النارية لسه بنقول في منها الجوفية، اهو الجوفي بلوراته كبيرة، وحطيت لك شكل صغير في بلورات كبيرة، ممكن اي حد يعمل الجدول ده عنده يا جماعة، خلاص انا حطيت علامة بس كده ان في بلورات كبيرة، اهو في عندي المتداخل في بلورات كبيرة حواليها ارضية من البلورات الصغيرة، فكرتني ان ده اتبلور على مرحلتين. اما الصخور النارية السطحية فليها ثلاث احتمالات، في منها اللي بلوراتها صغيرة لا ترى بالعين مجردة نسيجها دقيق، وفي منها اللي نسيجها فقاعي مليان فقاقيع هوائية، وفي منها عديمة التبلور أو نسيجها زجاجي زي ما قلنا. نأكد برضو كده مع بعض الصخور النارية، لو قال لي بقى صخر ناري جوفي فقاعي دي، يبقى على طول هجيب صخر البريدوتايت. متداخل ملوش أمثلة علينا فقاعي دي، لكن السطح الفقاعي دي ده صخر الكوماتايت، وبنأكد مرة أخرى إن ليه احتمالين في النسيج، قد يكون نسيجه زجاجي أو يكون نسيجه دقيق التبلور. الله يكرمك. يبقى كده الكوماتايت والبريدوتايت صخرين لهما نفس التركيب الكيميائي، كلاهما صخور فقاعية، كلاهما في سيليكا أقل من 45%، ولكن اختلف في مكان النشأة، اختلف في النسيج، اختلف في حجم الحبيبات، عشان كده قلنا دول صخور نارية متكافئة على طول. الصخور النارية القاعدية أيضا الجبرو بلوراته كبيرة خشنة، مكافئه المتداخل ذو النسيج البورفيري اسمه الدولرايت، بينما مكافئه البركاني أو السطحي البازلت اللي ممكن يبقى نسيجه دقيق واللي ممكن يبقى نسيجه زجاجي. من الصخور المتوسطة عندنا صخر الديورايت، الديورايت المكافئ المتداخل بتاعه المايكرو ديورايت، أما الأشهر على الإطلاق وهو السطحي الأنديزايت اللي ممكن يبقى نسيجه برضه زجاجي أو دقيق. لو قال لي مين مكافئات الأنديزايت يا جماعة؟
وقال لي كده بقى عايز مكافئ مثلا متداخل لصخر الاندزايت، هقول له المايكرو دايرايت على طول. عايز مكافئ بلورات وتراب العين لصخر الاندزايت، اقول له الدايورايت على طول. اما الصخور الحامضيه مرتين متكافئه لسه قايلينها، الجرانيت، ذو النسيج الخشن، الصخر الناري الجوفي الحامضي اللي لونه وردي، اكدنا على المايكرو جرانيت ده المتداخل بتاعه اللي نسيجه بورفيري، اكدنا على البيومس اللي نسيجه فقاعي اللي كان مليان وهو صاير فقاقيع هوائيه خلت وزنه اقل شويه، الريولايت نسيجه دقيق وفي نفس الوقت الاوبسيديان نسيجه زجاجي زي ما احنا شايفين. كل عمود من دول هو عبارة عن مجموعة من الصخور النارية المتكافئة. طبعا الجدول ده مهم يا مستر هشام، طبعا ممكن يقول لي قارن ما بين اي صخرين. الجدول ده لو هو في ذاكرتي اقدر اطلع منه كل المقارنة. طب نرجع تاني للاستاذ محمد للرسم ده. في ولادي باجي اقول له ايه المعادن الموجوده، او بساله مثلا على معدن الصخر مثلا بيحتوي على معدن البيروكسين وبلاجيوكليز، برضو الرسمه ديت الرسمه دي مهمه جدا. انا عاوزك خلاص الرسمه دي لو يعني استوعبتها في دماغك صدقني مش عاوزك تحفظ المعادن ولا اي حاجه. فمثلا مثلا تعالى صخر يحتوي، يعني هناخد العمود ده، الصخور الناريه فوق قضيه بتحتوي على اولوفين وبيروكسين وشويه بلاجيوكليز كده دايما اعملها. الصخور الناريه فوق قاضيه بتحتوي على اولوفين اهي داخل فيها، البيروكسين، بلاجيوكليز. خلي بالك انا كتبت هنا كلمه كالسي، بلاجيوكليز الغني بالكالسيوم يبقى موجود في القاعديه. الصخور الناريه المتوسطه بتحتوي على طبعا وانفيبول، شويه انفيبول وانفيبول. المتوسطه فيها تقريبا كل المعادن، فيها الكوارتز بالنسب بتاعتهم، بلاجيوكليز بانواعه الكالسي والصودي، فيها المايكا وفيها الانفيبول. لو قال لي الحامضيه، الحامضيه بقى فيها الاورثوكليز او الفلسبار الاورثوكليزي، الكوارتز، البلاجيوكليز الصودي بس، والمايكا وشويه انفيبول. برضو الرسمه دي هتخليك تطلع المعادن، الرسمه دي هتخليك تطلع ممكن زي الاستاذ محمد مشكورا ما قال لنا المكافئات، الرسمه دي هتخليني اعرف نسبه السيليكا ونسبه العناصر. الرسمه دي لو تقدر تحطها بعد اذنك مرسومه، ترسمها كده في البيت وتلونها بالالوان اللي انت عايزها بنفس التصميم دوت، استاذنك حطها لي قدام مع المكتب جدول العصور الجيولوجيه مستر هشام. انا عندي جدولين دلوقتي مهمين جدا جدا جدا، جدول العصور الجيولوجيه والجدول جدول ده الصخور الناريه بالتصميم ده بعد اذنكم. ربنا يكرمكم هيكون حلو قوي صدقني، يوم الامتحان لما تدخل هتحل اي سؤال في الصخور الناريه بدون اي نقاش بدون اي بتاع، مش محتاج ان انت تحفظ، عشان ولادي بيقولوا ايه احنا بنحفظ وبننسى الحاجه دي، مش هتحفظها دي هتترسم في المخ، هتترسم في العقل الباطن صدقني ما هتنساها ابدا ان شاء الله. الرحمن معانا اتصال فاطمه من كفر الشيخ. مستر هشام اهلا اهلا وسهلا بيك يا فاطمه. ايوه ازيك لو سمحت. اتفضلي يا فاطمه. مجموعة اسئله بس. بيقول لك علل تظلل ايوه تظلل القشره الارضيه. اتفضلي. تظل القشرة الأرضية هي الطبقة العليا التي تعلو الوشاش. هي الطبقة العليا التي التي تعلو الوشاش. الوشاح. تمام الفضل. ده أول سؤال. أيوه. السؤال الثاني. السؤال الثاني لو سمحت، طبقة من طبقات الأرض. طبقة من طبقات الأرض. من طبقات الأرض. أيوه. السفلى. اتفضلي. السفلى. صلبة تقع بين فقاقتين. صلبة. تقع بين طبقتين مختلفتين في درجات الحرارة. في درجات الحرارة. الحرارة. والضغط. والضغط. والحالة الفيزيائية. والحالة الفيزيائية. ده كده مصطلح علمي. اتفضلي. رقم ثلاثة بيقول لك علي برضك. ايوه عللي. رغم اختلاف الكثافة بين القشرتين. رغم اختلاف الكثافة بين القشرتين. بين القشرتين. القشرتين. ايوه. إلا أنهما في حالة اتزان دائم. في حالة اتزان دائم. اتزان دائم. دائم. تمام. جزاك الله خير يا مستر. ربنا يكرمك، تابعينا برضه عشان تسمعي برضه الإجابات بتاعت أسئلتك. نرجع للسؤال الاولاني يا مستر هشام، بيقول لي كده تظل القشره
الأرضية هي الطبقة العليا التي تعلو الوشاح. طبعا هنا الاختلاف الكثافة انا مش هقدر ادخل في التفصيل اول الحتة دي، بس الطبق القشرة الارضية كثافتها اقل كتير جدا جدا من الوشاح. يبقى كده الاختلاف الكثافة بينهما، طبعا عندنا قاعدة فيزيائية بتقول الحاجة الاقل كثافة بتطفو على الاعلى منها كثافة، القشرة الارضية كثافتها اقل عشان كده بتطفو على الوشاح. وان شاء الله هنوضحها في الباب الرابع يا استاذ محمد. جزئية طبقة بقى من طبقات الارض السفلى صلبة. نطاق صلب عشان ما نقولش طبقة، يمكن هنا نخليها نطاق صلب أفضل. أيوة. تقع بين نطاقين مختلفين في درجات الحرارة والضغط والحالة الفيزيائية. طبعا هنا جزئية الوشاح الداخلة مصر ريشين هو منطقة صلبة تقع بين الوشاح الخارجي أو الأسينوسفين اللدن المائع ولب الأرض الخارجي السائل. يبقى كده الجزئية الصلبة ديت اللي هي الوشاح الداخلي وقع بين الأسينوسفير اللدن المائع ولب الأرض الخارجي السائل. طبعا برضو السؤال دوت حتة الطبقة ديت طبعا، وبرضو ايه برضو يعني دي من الاسئله اللي ناخدها مثلا كحاجه جميله لذيذه ممكن لتدريب الطالب، بس مش دي مش سؤال، لان في طبعا في بعض الموضوعات لان درجه الحراره وكده ما اتكلمناش احنا على درجه الحراره خالص، ان درجه حراره الوشاح العلوي قد ايه او الاسينوسفير، ما اتكلمناش على درجه حراره اللب قد ايه عشان نقول ان الطبقه اللي بينهم مختلفه في درجه الحراره. ربنا يكرمك. طيب رغم اختلاف الكثافه بين القشرتين الا انهما في حاله توازن دائم، يمكن ده في الباب الرابع اكتر. هتبقى بالتفصيل يا فاطمه ربنا يكرمك. يبقى في اول باب الرابع هنقول حاجه اسمها الاتزان الايزوستاتيكي، خاصيه الاتزان او التوازن الايزوستاتيكي هنشرحها بالتفصيل، لان طبعا اختلاف الكثافه يعني الاختلاف الكثافه مع السمك، وان هنلاقي ان الجبال يعني القشره الارضيه بيبقى ليها جذور هنتكلم عنها بالتفصيل في الباب الرابع. هيبقى يا ريت تبقى معايا في الايه؟ في الباب الرابع ان شاء الله. ان شاء الله. معنا اتصال كمان مستر هشام ساره من الاقصر. اهلا بيكم باهل الاقصر. اهلا وسهلا بيك يا ساره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مثلا عندي استفسار. اتفضلي. مثلا هو الكتاب بتاع 2019 هو بتاع 2018؟ يمكن جزئيه الكتاب طبعه 19 وطبعه 18 مستر هشام. بص يا ساره، هو ما فيش اختلاف خالص غير في ثلاث كلمات بالظبط، او يعني بالظبط ثلاث كلمات. ثلاث كلمات فعلا. فما تقلقيش من الموضوع ده، ممكن نقولهم لك يعني ان شاء الله الرحمن. اول واحده اول جزئيه في الباب الثاني اللي هي خاصيه عرض الالوان تميز بعض الاحجار الكريمه. قلنا ضفنا كلمه بعض الاحجار الكريمه. قلنا برضو اقوى الزلزال اقوى زلزال كانت مكتوبه الشده بتاعه تبلغ تقريبا القدر بتاعه كان بيبلغ تقريبا 8.9 عدلت ب 9.5 في نفس الوقت. كان في جزئيه في علوم البيئه كان في عنوان كده جانبي وسائل علاج مشكله اهدار الماء وتلوثه، حذفنا كلمه وتلوثه بوسائل علاج مشكله اهدار الماء فقط. فيما عدا ذلك يا ساره فيما عدا ذلك مش مؤثره عليك خالص، يعني تذاكري من ده او ده مفيش اي حاجه اختلاف اخر في الاثنين. فهمتي ليه؟ طب انا عايز كنت بتاعه السنه اللي فاتت فما دوش كنت بتاعه السنه دي. ما تخافيش يا بابا مش اي مشكله ولا الكلام ده غير مؤثر عليكي تماما. يعني هو بس اللي بتاع شيلي بتاع اهدار الماء وتلوثه، شيلي كلمه تلوثه في الباب الثاني بيئه. ماشي يا بابا ربنا يكرمك. خلاص شكرا يا استاذ. ربنا يكرمك يا رب وتابعينا باستمرار وان شاء الله ربنا يوفقك. نرجع بقى عندنا سؤال بقى من نفس مستر هشام. يمكن في بعض الامتحانات جت مثلا يجي يقول لي مستر هشام ليه مثلا الصخور الحامضيه تخلو من الاوليفين، ونفس الكلام يجي مثلا يقول لي مثلا الصخور فوق القاعديه تخلو من حاجه زي مثلا الكوارتز. عايزين ناكد برضو على الجزئيه دي يا مستر هشام. الله يكرم. لو نرجع للرسمه دي هو سؤال جميل جدا وسؤال جه يعني عده مرات، وفي بعض ابنائي يعني ايه ما يدروش يوصلوها. طبعا ايه الصخور الحامضيه، لو قلنا الصخور الحامضيه تخلو من معدن الاولوفين لان الاولوفين يتبلور عند درجه حراره عاليه جدا جدا جدا، خلاص تبلور وبعد كده بيخلص خالص الاولوفين فبنقول ايه، اما الصخور الناريه الحامضيه فتتبلور درجه تبلورها عند درجه حراره منخفضه فلا تحتوي على الاولوفين لانه بيكون خلاص بقى صلب وبعيد خالص. نفس الكلام ان الصخور الناريه فوق القاعديه درجه تبلورها عند درجه حراره منخفضه جدا 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 بعد ما تتبلور وخلاص بقت صلبه، بيجي بعدها عند درجه 800 بيبدا تبلور الكوارتز لانه اخر المعادن تبلورا في الصهير، فلا يتكون او فلا يحتوي الصخور القاعديه او فوق القاعديه على
معدن الكوارتز مطلقا. يبقى كده مره تاني بنأكد عليها. لو جه قال لي كده يا جماعه على مثلا صخر الجرانيت ما فيهوش اوليفين، لازم أأكد ان الاوليفين اتبلور في المراحل الاولى من بروده الصهير عند درجه حراره اعلى من 1100 درجه مئويه، لكن معادن صخر الجرانيت اتكونت في المراحل الاخيره من بروده الصهير عند تقريبا 800 درجه. لو جه عكس مثلا، لو جه قال لي ليه مثلا الكوماتايت او البريدوتايت ما فيهمش الكوارتز، هعكس بقى الاجابه، يبقى معادن الكوماتايت والبريدوتايت تكونت في المراحل الاولى من بروده الصهير عند اعلى من 1100 درجه مئويه، بينما الكوارتز اتكون في المراحل الاخيره من بروده الصهير عند تقريبا 800 درجه او اقل. جزئيه برضو المقارنات ما بين انواع الصخور يا مستر هشام، لو جه قال لي قارن ما بين اي صخرين. لا انا عاوز بحضرتك بقى ايه ابنها كده اللي برضو الرسمه دي جميله جدا جميله جدا. لو قلت لك وجه الشبه وجه الاختلاف، تمام، وجه الشبه وجه الاختلاف، فمثلا لو جبت لك وجه الشبه والاختلاف ما بين البيرودوتايت والدايورايت، اشوفهم هم ماشيين على انهي سطر، يبقى ده وجه شبه. يعني ده مثلا البيرودوتايت والدايورايت اللي انا قلت عليهم الاثنين جوفي، فانا ممكن اقول بقى ايه، دول تكونوا في باطن الارض، دول تبريدهم بطيء، دول نسيجهم خشن. طب ايه وجه الاختلاف يا استاذ محمد؟ ده دفع عمود ودفع عمود تاني خالص. يبقى هاجي اقول ايه، البيرودوتايت صخور فوق قاعديه، الدايرات متوسطه، البيرودوتايت بيحتوي على لوفين وبيروكسين، الدايرات بيحتوي على الكوارتز وبلاجيوكليز ومايكا وفيبول، البيرودوتايت بيحتوي على سيليكا اقل من 45، اما المتوسطه او الدايرات بيحتوي على سيليكا 55. الرسمه دي ليها اسئله كتيره جدا. طب هستاذن حضرتك اللي تجاوبوا لي ده، اللي وجه الشبه والاختلاف ما بين الجبر والبازلت. الجبر والبازلت، هبص كده للرسمه بتاعتي برضه، هبص ليه الجبر والبازلت الاثنين في عمود واحد، يعني الله. معنى كده الاثنين صخور ناريه قاعديه. انت بتقول الشبه الاثنين صخور ناريه قاعديه، يبقى فيهم سيليكا من كام لكام؟ من 45 ل 55%، الاثنين لونهم اسود او غامق. الله يكرمك. طبعا ده واجه الاثنين برضو معادنهم، ما بنساش معادنهم فيها اوليفين بايروكسين انفيبول فلسبار بلاجيوكليزي كالسي او غني بالكالسيوم. طب واجه الاختلاف بقى، مكان النشأة اختلف، فالجبر صخر ناري جوفي نسيجه خشن التبلور، قلنا اتكون من صهير برد ببطء شديد على اعماق كبيره، فتجمعت الايونات على مركز التبلور كونت بلورات حجمها كبير عددها قليل ترى بالعين المجرده. اما البازلت فده صخر ناري بركاني، وعشان صخر ناري بركاني ليه احتمالين عندنا، ممكن يبقى نسيجه دقيق التبلور، بلوراته حجمها صغير وعددها كتير جدا لا ترى بالعين المجرده، وممكن يبقى اتبلور بسرعه او تكون من صهير برد بسرعه كبيره جدا جدا جدا، فلم ياخذ اي فرصه لتكوين بلورات، عشان كده اصبح نسيجه زجاجي او عديم التبلور. يبقى كده قلنا اوجه الشبه واوجه الاختلاف كمان معانا. طيب انا استاذ محمد معلش انا هسال حضرتك يا سؤال، مثلا خد بالك يا استاذ محمد، انا هعمل مثلا ايه صخر كده، طبعا هعملها بسرعه جدا، طبعا هتبقى اسود يعني ابيض واسود، فبتبقى ايه مش هتبقى واضحه قوي بالنسبه لي، بس لو انا جبت لك رسمه زي دي وبقول لك ما اسم الصخر ونوعه، خلي بالك لازم اكون هنا كاتب لك مثلا هكتب لك هنا ايه اورتوكليز، هنا مثلا دي كوارتز، هنا دي مثلا هكتب لك ان ديت ايه مايكا. نفترض يا استاذ محمد جبت لك سؤال كده، طب احول الرسم كده برضه يا مستر هشام، هيبقى في مقياس للرسم؟ ما انا الله يفتح عليك، يعني هبص كده هل في مقياس بالرسم؟ انا كنت هعملها لك، فوالله لو انا حطيت لك ان بص حطيت لك ان عملت لك كده وكتبت لك عليها 1 ملم، لا ده كده يبقى حجم البلورات صغيره جدا يا مستر هشام، كده البلورات كده لا ترى بالعين المجرده، يبقى ابني ياخد باله ايه؟ خد بالك يا استاذ محمد، برافو عليك، السؤال جميل جدا جدا جدا. لو انا كتبت لك الرسمه دي كلها وعملت لك الشرطه دي من هنا لهنا دي 1 ملم، يعني يا خرابي دي ديت يعني
واحد على 100 من المليمتر، يعني حاجه صغيره قوي قوي قوي. فطبعا بس انا ايه اللي بيتكون من اورسوكليز ومايكا وكوارتز، هو المفروض انا عارف تاجر الجرانيت، بس طالما بلوراته صغيره قوي او دقيق يبقى كده رايولايت على طول، يبقى ونوع ايه؟ الكلمه طبعا اتغيرت بقى صخر بركاني بدل ما كان بلوراته كبيره الحجم. يعني يبقى برضو لو في ارقام كده جانبيه، بص لو في مقياس على الرسمه بتاعتي لربما تيجي لي خدعه زي كده. الله يكرمك يا استاذ محمد. طبعا الوقت عدى مع حضرتك يا مستر هشام بسرعه، مع اولادنا كلنا بنشكر حضرتك كتير. طبعا في نهايه لقائنا بنشكر برضو فريق الاعداد، بنشكركم ابنائنا بناتنا الطلاب على متابعتكم، في انتظار اتصالاتكم دايما، ونراكم دائما بكل خير، ومعانا لقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله مع البراكين واشكال الصخور الناريه السطحيه والتحت سطحيه، ونراكم دائما بكل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.